ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. اليوم بدنا نشرح عن برامج ممتازة للتليفون ممكن تساعدك في حل بعض المشاكل، زي مثلا برامج أو تطبيقات بديلة لزر الصوت، وبرامج بديلة لزر وهو الباور. طبعا نعطي فوني هو سامسونج. نبدأ البرنامج الأول وهو بديل لزر الصوت، نفتح عليه فوليوم ايزي كنترول فري، برنامج ممتاز انصح فيه بشدة. طبعا بس مجرد ما تنزله بكون عندك زي ما انتم شايفين، بعطيك هذا المربع زي ما انتم شايفين، بكون في تقدر تبدل بين صوت الرنة وصوت الوسائط. اوكي، برنامج ممتاز جدا بنصح فيه. شوف لما تيجي تفتح البرنامج في عندك كونة خيار يتحكم به صوت الرنة، الوسائط، برضو المنبه، وبرضو السيستم، وبرضو هنا الاشعارات. نيجي هنا في عندك كبسة ميوت تجعل الرنين صامت تماما. طبعا نجعل الرنين صامت وتقدر تزيدها مرة ثانية. نجي على الخيار الثاني، هنا خيارات ما أعرفش يعني هي لها أهمية أو لا، ولكن أيضا إضافة جميلة من البرنامج، تقدر تتحكم بوضعية الهاتف بالليل في النهار أو في الوضع العادي أو في وضع الهزاز. يعني لما تحط مثلا الخيار الأول بتحط الهاتف على الوضع الليلي، الوضع الصباحي، الوضع العادي، والفايبريشن. مثلا تيجي على وضع الليلي تفتح على ايديت عندك، مثلا تقدر تتحكم مثلا لما يصير يدخل وقت الليل تخليه صامت، تخليه عادي، تخليه هزاز فقط، وهكذا. انا راح احطه عادي. نهاري نفس الامر، تقدر تحدد الايام زي ما انت شايف، سبت، جمعة، خميس، أربعة، ثلاثة، واثنين، وأحد. تقدر تحط أي يوم بدك إياه بكل بساطة. الوضع العادي طبعا بصير مجرد ما أنت مثلا تدخل الهاتف تحط على الوضع الليلي، على طول البرنامج بيعدل لك الأوضاع حسب بدك إياها أنت، كأنه دخل وقت الليل. حط وضع الفايبريشن بصير على طول إعدادات على حسب انت حاطه. طبعا انا مش حاطه هنا اعدادات للفايبريشن زي ما انتم شايفين، فبالتالي ما حدث اي تغير هون. نجي مثلا على الوضع الليلي كده، على طول بحط سايلنت تلقائيا. مثلا صوت الرنة صفر لان انا حاطه سايلنت. الميديا فوليوم مثلا 60، الإشعارات 66 مثلا، سيف مثلا. أوكي، الآن لما شغلنا الوضع الليلي نحط 6، فبحكي لك كون switch to normal profile يعني يولي أو إن 15 منت، يعني كل متى يبلش نحطه يدوي. أوكي، على طول تحولت عنا هنا من نفس الاعدادات اللي احنا كنا حاطينها على الوضع الليلي. بهاي الطريقة البرنامج بيوفر لك اكثر من خيار، ممتاز جدا، برنامج جيد جدا. نفتح هنا على الاعدادات، طبعا البرنامج لا يتوفر باللغة العربية للأسف، لكنه سهل الاستعمال وفيه كثير من الميزات. اوكي، البرنامج الثاني اللي راح نشوفه وهو بديل لزر القفل او زر فتح الشاشة، وهو اسمه التاتش لوك. هذا البرنامج نفتحه، برنامج ممتاز ايضا، مجرد ما تنزله بتاع اعدادات المقدمة تكون خيار تحت.
اعداد متقدمة طبعا، يعني هون تيجي انت زي ما بدك بتعدل. انا بنصحك انك تخليه زي ما هو. طبعا اللغة في عربي خليها اوتوماتيك حسب لغة الهاتف. طبعا هون حالة القفل تقدر تخليه نقر مرتين، نقر ثلاث، نقر اربعة، خلينا نقر مرتين. طريقة عمله اي بيكون في شريط هنا زي ما انتم شايفين، هذا الشريط تضغط عليه زي هيك، سكرت الشاشة. اثناء قفل الشاشة تضغط على الشاشة ما في، كيف بدك تفتحه؟ هون في شعار مبين هيو، تضغط عليه مرتين مقرتين فتحت الشاشة. طبعا في اعلانات، اذا فصلت النت ببطل يجي اعلانات عادي. وبهي الطريقة نكون احنا شرحنا عن زرين مهمين جدا للهاتف. في حال تعطلهم ممكن تنزل فوليوم ايزي كنترول هذا البرنامج، وتاتش لوك هذا البرنامج ممتاز جدا. نجي للبرنامج الاخير والبرنامج ممتاز جدا ايضا اسمه اللي هو هذا البرنامج، تفتحه. هذا البرنامج ممتاز جدا، وهو لالتقاط الصور الشاشة، لكن في خاصية سيئة لازم انتو ايش تبطلوها. طبعا زي ما انتو شايفين انا مبطلها هنا، جهاز يهز. يعني هذا الخيار اثناء حركة الهاتف بضل يعمل سكرين شوت، فانتو تعملوا له ايقاف بهذه الطريقة. طبعا هنا بيكون شغال هو على، تعمل له اطفئ خلاص ايقاف، تعمل بدء الخدمة. كيف طريقة عمله؟ تنزل زي هيك تلاقي التقاط، تفتح عليه اعمل على طول سكرين شوت للشاشة. بس بهاي الطريقة بتكون انت حليت مشكلة كبيرة في علاج مشاكل بعض الازرار المتعطلة. اذا البرنامج الاول وهو اسمه فوليوم، فوليوم ايزي كنترول لانكم تستعملوا بديل الاصوات، ها هو زي ما انتم شايفين. والبرنامج الثاني اسمه تاتش لوك، ها هو زي ما انتم شايفين. والبرنامج الاخير وهو السكرين شوت الخاص بالتصوير. اتمنى نكون افدناكم بهذا الشرح، واذا عجبك المقطع لا تنسى تضغط زر الاشتراك ولايك، وانشر المقطع بين اصدقائك اللي بحاجته ممكن يستفيدون. والسلام عليكم ورحمة الله.